آلام الدورة الشهرية، عسر الطمث، وتقلصات الحيض المؤلمة هي حالة شائعة، فواحدة من كل سيدتين تعاني منها شهريا، وواحدة من كل 4 سيدات يصل آلامها إلى درجة التغيب عن العمل أو المدرسة. للمزيد حول الموضوع معي في الاستوديو الدكتورة غصون حاكم فاضل، طبيبة طوارئ. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة غصون. بداية، يعني عسر الطمث يمكن من أكثر الحالات التي تعاني منها المرأة. ما هو عسر الطمث؟ هو تقلصات رحمية تصير بالرحم نتيجة فرص، يعني بأول يوم من الدورة يظهر بسبب خلل الهرمونات يصير بين استروجين اند بروجسترون، وتقريبا قلنا أكثر مثل ما ذكرتي أكثر من 50% من النساء بالعالم يعانون منها، وبها أنواع اللي هي تكون برايمري وسكندري اللي هي ابتدائية وثانوية. الابتدائية اللي تصير من عمر البلوغ إلى حد عمر، ما لها عمر معين، بس هي اللي تكون تقريبا 6 أشهر إلى سنتين بعد البلوغ. هاي الابتدائية اللي تكون فسيولوجية، يكون سببها فسيولوجي، يعني ما يكون أسبابها مرضية. النوع الثاني اللي هو سكندري يكون أسبابها مرضية، يعني يكون بأنواع أوكي يعني underlying causes يكون إلى. نعم نعم. طب هل هذا له علاقة بشكل الرحم؟ نعم طبعا. النوع الثانوي خاصة اللي هو أسباب باثولوجية، الأسباب المرضية، أما تكون أورام ليفية بالرحم، أو تكون يعني الجينيتكس، يعني يكون الرحم شكله غير طبيعي، أو ضيق في عنق الرحم، أو التهابات رحمية، أو يكون لا يوم يوم يكون يعني الخلايا الرحمية تكون تنمو في أماكن غير مكان الرحم اللي يسموها إندومتريوسيس، يعني هاي تكون أسباب مرضية. طب نعم. غالبا في أي سن تكون؟ هي تبدأ من عمر البلوغ، هاي الأولية اللي تكون إلى لحد عمر سنتين، هاي اللي تكون ما تكون لها أسباب مرضية، تكون فيسيولوجية بسبب تغير الهرمونات، بسبب هرمون البروستاغلاندين اللي موجود في بطانة الرحم. فهو يعني سووا دراسة شافوا النساء اللي يكون يعانون أكثر من آلام الدورة يكون هرمون البروستاغلاندين عندهم بزيادة ينفرز أكثر من النساء العاديات اللي ما يعانون من آلام الدورة. النوع الثاني اللي قلنا الباثولوجيكال كوزز، هاي أسباب مرضية يعني يحتاج لفحوصات كثيرة يعني. نعم. طب دكتورة، في يعني ناس كثير تلجأ للطب الشعبي والعلاجات التقليدية، البابونز والشاي والأخضر والنعناع وأمور كثير، هل تأيد أنت هذه الأمور؟ كلش بالضبط، يعني هو يمنع آلام الدورة بصورة عامة، بس ممكن يسوي يخفف من حدة الآلام الدورة، يسوي فازودايليتيشن مثل اللي يسوي اللي تعتبر أنتي أوكسيدنت، تعتبر هاي مثل الشاي الأخضر والأعشاب اللي هي أنتي أوكسيدنت اللي تكون اللي هي مضادة للسموم، بس مو تأثيرها مباشر على الدورة دايركت، يعني ممكن نعتبرها تقلل من الريسك فاكتورز، يعني تقلل من حدوث آلام الدورة الشهرية. نعم، بس مو تأثيرها مباشر دايركت بأثناء الدورة الشهرية، بس مجرد تخفف يعني. بالضبط، يعني بس مو تأثيرها مباشر مثل الأدوية اللي هي نون سترويدية اللي راح نحكي عليها بعدين يعني. نعم. طب دكتور، أيضا يعني في ناس مثلا كانوا يوصفوا ينصحوا بأخذ حمام دش يعني دافي. نعم، هاي ممكن يفيد، بس في الفترة الأخيرة صرت أسمع أنه لا، هذه من أخطر الأشياء اللي ممكن تعملها الواحدة بس في لا ممكن الأيام. يعني نستعمل حمام دافي أو الكمادات الدافية على البطن اللي يكون أسفل البطن إذا كانت آلام حادة، والدوش دافي تقريبا 10 دقائق. ليش؟ لأنه يسوي توسع بالأوعية الدموية وراح يخفف تقلصات الرحمية ويخفف الألم. نعم. طيب دكتور، أيضا إيش الأدوية اللي ممكن تساعد اذا ما كنا راح نلجا للطب الشعبي بهذه الامور؟ ايش الادويه اللي ممكن تساعد؟ الادويه هي يسموها اوفر ذا كاونتر ميديكيشن، اللي هي الادويه اللي المضادات الالتهاب الغير استروجيه، من ضمنها البنادول اللي هو المسكن، والفولتارين او الايبوبروفين، الادويه المسكنه الشائعه. نعم. نعم. ايضا دكتور، يعني هل مثلا يعني في البدايه تكون اكثر من الناس المتقدمين، يعني اللي بعد ال20 بعد ال30 مروا بمراحل الطمث كثير؟ نعم. هل بتكون عندهم يعني الالم اكثر من البنات اللي دوبهم جاتهم حاله الطمث؟ احنا قلنا اللي من العمر يعني فتره بلوغ الى عمر 20 سنه يكون هاي الامها فسيولوجيه وتكون طبيعيه، بس بعد العمر ال20 اللي كانت يعني الفتاه او الامراه المتزوجه اللي ما كان عندها الام دوره واللي يظهر فجاه الام. نعم، هذه يعني هذا اسبابهم مرضيه. اسبابهم مرضيه. نعم. يعني اذا كان الواحد ماشي طول حياته ما كان عنده. نعم. تعب وفجاه صار تجيله مع الدوره حاله التعب، يعني يكون اسبابها مرضيه، فمو يعني بسيطه، فيحتاج لها فحوصات ويحتاج لها زياره دكتور يعني. نعم، يعني ممكن ان يكون توصل الدوره الحاله مرضيه وتضطر الوحده تروح تكشف. بالضبط. اي نعم. 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 ايضا دكتوره، يعني
يعني هناك يعني البعض يعني بيقول انه لازم الادويه اخذها باستمرار، في بعضهم ما يمتنعوا ابدا من اخذ الادويه، يعني في بعض من صاحباتي اعرفهم من يوم ما جاتهم الدوره لاخر يوم لليوم هم ما زالوا مستمرين على الادويه باستمرار. اي هاي يعني احتمال يحتاج لها فحص طبي، لان استمرار الادويه، لان كل ادويه بيها يسموها سايد افكت، يعني بيها مضاعفات، فاذا تستمر تاخذ الادويه اللي هي المسكنات على طول راح يصير عندها اللي هي جاستريك ابسيت، يصير بها مثلا عندها قرحه بالمعده، يصير عندها يعني سايد افكت من الميديسن نفسه. فالمفروض يعني تراجع الدكتور، اول شيء يسوي لها فحص سريري، يسوي لها فحص طبي اللي هو فحص الادرار، يسوي لها فحص البول، الترا ساوند، يشوف شو اسباب هاي الدوره اللي هي المستمره تكون. طب هل هناك أطعمة مثلا ممكن تساعد تهدي أو تخفف حتى مستقبليا، يعني مو بس للفترة الحالية؟ نعم. إنه ممكن مستقبليا أو دائما الطب ينصح بالأدوية؟ هو احنا قلنا اوفر ذا كاونتر ميديكيشن، يعني ممكن الامراه تعالج نفسها بالبيت اذا كان اسبابها فيسيولوجي، يعني تكون اوريدي هي فحصه دكتوره ماكو اي سبب للالم. ممكن قلنا الحمام الدافي، الدوش الدافي، ممكن الشاي الاخضر يفيد، يعني قلنا انتي اوكسيدنت هذا. اطعمه يعني قلنا اكو ريسك اللي هي لايف ستايل موديفيكيشن، المفروض تقلل التدخين، تقلل شرب القهوه والشاي، ممارسه الرياضه، الكافيين ياثر كثير، بس يعني مو علاقه مباشره، مو ماكو دراسات، ما عرفوا شو السبب تاثر الكافيين دايركت على الدوره. نعم. بس ممكن تقليله يعني يخفف من الام الدوره، ممارسه الرياضه، ممارسه الرياضه ليش؟ لانه تخلي سريان الدم بالنسبة لكل الجسم مو بس الرحم بسرعة عامة، وممكن تخفف من آلام بس مو أثناء آلام الدورة تمارس الرياضة. نعم. فيكون قبل حتى يمنع حدوث الآلام. بس هي حالة طبيعية دكتورة، يعني في حال أنه واحدة من يوم ما بدأت تجيها الدورة وهي عندها آلام كل مرة، هذه حاجة طبيعية. نعم. تعتمد على السايكولوجيكال، يعني الحالة النفسية للمرأة. هي ما كنت راح أسألك. نعم. أنه الحالة النفسية إيش دورها فيها؟ ليش تأثر الحالة النفسية؟ يعني الحالة النفسية أغلب أسباب الأمراض اللي تسوي بالجسم مو بس آلام الدورة ممكن تسويها. بس قلنا ماكو علاقه مباشره بين الحاله النفسيه، بس لاحظوا بانه ستريس فاكتورز تاثر على الام الدوره بالنسبه للمراه، وقلنا خلل الهرموني الاستروجين بروجسترون، البروجسترون يقل قبل حدوث الدوره، الاستروجين يصعد، هذا ياثر على الحاله النفسيه للمراه اكثر، اللي يصير نشوف الرجل يعني ما عندهم هالحالات العواطف اللي تغلب عند النساء اكثر من الرجال، لانه ما عندهم هالهرمونات استروجين وبروجسترون. نعم. نعم. طب كيف ممكن نتعامل مع البنت في اول ما تجيها حالة الدورة نفسيا، كيف ممكن الام تتعامل مع بنتها خصوصا في حالات عسر الالتماس؟ هو يعني الكلام يعني بالنسبة للحديث مع البنت وفهمها بانه هذه الدورة في حالة طبيعية، وطبعا الانفايرمنتال فاكتور مثلا اذا سلوكها بالمدرسه، سلوكها بالبيت، المفروض يعني التعليم المستمر، الحديث المستمر، ونصحها بتقليل قلنا اذا كانت التدخين او شرب القهوه والشاي والاشياء اللي بها كافيين، وممارسه الرياضه. طب دكتوره. نعم. انت يعني في البدايه قلت انه في تدخل الالياف في هذه الحاله. نعم، هاي الحاله المرضيه اللي هي النوع الثاني. نعم. يكون سببها مرضي، يكون الياف بالرحم، او تكون قلنا خلايا الرحم تنمو في مكان غير خارج الرحم. نعم. او التهابات رحميه او ضيق عنق الرحم. طيب هل يعني ممكن نضطر لتدخل جراحي في هذه الحاله؟ يعني بعد ما استعملنا المسكنات لفتره طويله، هي ما راح تستمر المراه طبعا فتره طويله تستعمل المسكنات، وهما اخر الدواء الكي، يعني اخر الدواء اذا فتره طويله سنه سنتين ظلت على المسكنات لازم العلاج الجراحي يحتاج لها. تحتاج العلاج الجراحي. كيف ممكن بنت مثلا عمرها 14 سنه كيف ممكن تتعامل مع موضوع من هذا النوع؟ لا كيف هو مو بالبدايه 14 سنه، قلنا احنا اول شيء بدايه 14 سنه يكون سببها فسيولوجي، بس بين العمر 30 الى 45 هيكون اسبابها مرضيه، فاذا كان ورم ليفي يعني مو ممكن تصير للبنات تحت ال 20؟ كلش نادره انها تصير يعني تحت ال 20، هاي الاسباب المرضيه من عمر 30 الى 45 سنه. طب هل تؤثر على قدره المراه للانجاب مثلا؟ هذه طبعا يعني الجراحه. اي مو الجراحه، اذا هو استمر المرض عندها مثل اورام الليفيه او ضيق عنق الرحم. نعم. هذا ياثر على الحمل، فما راح يصير عندها حمل فتره طويله. نعم. فراح ياثر في سرعتها عقم دائم يعني. طب في حاله الجراحه؟ ممكن العلاج الجراحي طبعا راح يعني تستعيد نشاطها المراه وسرعتها دوره منتظمه حتى بدون الام. نعم. ويعني سرعتها فرتيليتي، يعني تزيد نسبه الخصوبه عندها. نعم، يعني قدره الانجاب ممكن تتاثر بهذا الشكل. طبعا بعد العمليه اذا يعني احنا رفعنا الاسباب اللي تسوي الدوره مثل اللي هو الفايبرويد، او كان قلنا احنا التهابات بالرحميه، اذا عالجناها واذا سوينا لها عمليه راح تعيد خصوبه المراه من جديد.
طيب ايش تنصحي دكتوره؟ ايش تنصحي البنات خصوصا اللي بيعانوا والامهات؟ يعني خلينا نقول البنات اللي بيعانوا من هذا عسر الطمس، وخلينا نقول كمان الامهات اللي بيعانوا مع بناتهم كل مره كل شهر تقريبا. اي بالنسبه للبنات او النساء يعني اللي قصدش التين ايج اللي بعد بشكل عام اذا لاحظوا زياده في النزيف، زياده بين افرازات الدم، او لاحظوا مثلا حراره يصير عندهم، او الام في الجسم مو طبيعيه، فهي حاله مو طبيعيه اثناء الدوره تصير، فيحتاج لها مراجعه الدكتور. بينما اذا حاله اذا الدم كان عادي، طبعا ايام الدوره تكون من يوم الى ثلاثه ايام اللي هو يكون بها الالام، اذا زادت الام عن حدها طولت اكثر من ثلاث ايام وصاحبها نزيف شديد، فننصحهم يعني بالمراجعه والفحص يعني. هذا بالنسبه للبنات والامهات بشكل عام، حتى الامهات يعني يتابعون مع البنات. الامهات يتابعون طبعا مع البنات ونصائح مستمره. دكتور غصون انا جدا سعيده بمعرفه هذه المعلومات من حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. اهلا وسهلا.